شاو رجعتي، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات مدرسه اونلاين. النهارده هنستكمل مع بعض حلقاتنا في تعليم مبادئ اللغه الايطاليه. خدنا الحلقات اللي فاتت الجمل الالفابيتو في اللغه الايطاليه، ونرجع مع بعض كده. الابجديه الايطاليه بتتكون من 21 حرف، في 5 حروف مش موجودين شكل، موجودين كنطق. واتكلمنا عن بعض المقاطع الصوتيه، وفهمنا الفرق بين الحرف الفوكالي المتحرك والفرق بين الحرف الكونسونانتي الساكن. هنستكمل مع بعض بقيه الدروس الاخرى للتعرف على سهوله اللغه الايطاليه. اول حاجه بتقابلني في اللغه الايطاليه من مبادئ الجنرالي او المبادئ العامه الارقام. ايه اهميه الارقام في اللغات؟ الارقام بعرف ابيع واشتري بيها، بعرف اقول الوقت، بعرف اتعامل مع الناس، بعمل عمليه القسمه والطرح والضرب. الارقام في اللغه الايطاليه من 0 لحد تريليون، وسهل جدا، يعتبر شبه الحاجة اللي هي مش سهلة شوية، 1 لحد 20. بعد كده الأرقام بتتكرر مع بعض، وهنستغرض مع بعض ازاي أقول الأرقام باللغة الإيطالية. عاوز كل الناس اللي بتشوفني تنطق معي: اي نموري دا زيرو ا فينتي، اي نموري دا زيرو ا فينتي، الأرقام من 1 لحد 20. نقرا كده مع بعض: زيرو زيرو، اونو دوي، 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى رقم 1 مع بعض كده، ومشاور بالسهم عشان تسهيل التعرف على الأرقام: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده الأرقام من 1 لحد 10. نقراهم تاني بسرعة كده: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب الأرقام من 11 لحد 20: undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette diciotto diciannove venti. Leggiamo ancora nella Mauritania: undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette diciotto diciannove venti. هنقرأ كده الأرقام مع بعض من 1 لحد 20: uno due tre quattro cinque sei sette otto 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. طيب الأرقام، في ملحوظة على بعض الأرقام. الأرقام في اللغة ملهاش مذكر ولا مؤنث، يعني عاوز اقول كتابين هيبقى دوي ليبري، طب بنتين هتبقى دوي راجاتسي. اللي بيختلف في اللغة بس كلمة اونو. اونو بتيجي بمعنى كلمة واحد، واونو واحدة، بس اونا تيجي بمعنى كلمة نكرة، شيء ما. انما الرقم بيسبق المعدود. في اللغة العربية بقول ولد واحد، في الإيطالية بقول واحد ولد، بنتين يبقى 2 بنت، 3 أولاد. طيب عاوز أقول 21، هبتدي من أول كلمة فينتي أونو، 22 فينتي دوي، 23 فينتي تري، وهكذا. طب تعالى نشوف أول استخدام للأرقام في اللغة. عندي حاجة في اللغة اسمها التيمبو، الزمن أو الوقت.
الوقت في اللغة بيبقى وقت عام وقت خاص. الوقت العام العصر، المغرب، العشاء، ما حددتش. طيب الوقت المحدد اسمه لاورا، الساعة. طب بستخدم الوقت العام في ايه واستخدم الوقت الخاص في ايه؟ الوقت الخاص لما رايح اقابل حد في المطار، او متفق مع حد على ميعاد، او بعمل شغل بوقت معين. ما ينفعش اقول له تعالى بعد العصر. بعد العصر في اللغة ممدود لنفس اليوم ده من بعد العصر لتاني يوم قبل العصر. يعني انا لو هنفترض النهاردة يوم الحد وبقول لشخص في اوروبا مثلا قابلني بكرة بعد العصر، يعني الاثنين هيفضل مستنيني من الساعة سي الساعة 4 لحد الساعة 3 تاني يوم. طبعا ده ما ينفعش. الوقت العام بستخدمه للمسح، بستخدمه لكلام عام مقصود منه حكم او الكلام ده كله. انما بتحديد المواعيد سواء سفر او قطارات او زيارات او حاجة محددة بوقت كتصوير تلفزيوني مثلا او حلقات تتعرض او الكلام ده بستخدم لاورا. طيب يبقى ايه التيمبو؟ معناها الزمن. لاورا الساعة. للسؤال عن الساعة في اللغة بنستخدم مصطلحين، كي اورا ايه، كم الساعة الان، ودي بتبقى في حالة المفرد. لو الساعة واحدة، واحدة واحدة ونص، واحدة 45 دقيقة، بتبقى مفرد. طب لو الساعة اتنين فيما فوق، اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هنشوف هنستخدم معاه ايه. يبقى لما اجي اسأل شخص عن السؤال عامة كي اورا ايه، هيقول لي ايه لاونا انها الواحدة. طيب كي اورا ايه تستخدم برضو جنرالي، السؤال عن الساعة عامة، الساعة كام. ما بقصدش هنا انا عارف ان الوقت اتنين تلاتة اربعة، انما جنرالي. تمام يبقى هنا كي اورا ايه، كم الساعة، الى اونا انها الواحدة. طب عاوز اسأل بصيغة الجمع، الساعة اتنين تلاتة، احنا هنا في مصر عارفين ان بعد العصر الساعة بتبقى تلاتة اربعة خمسة، فعاوز احدد الوقت في حالة الجمع، هقول كي اوري سونو، كي اوري سونو، كم الساعة لصيغة الجمع، اقول له سوني لي دوي، سونو لي تري، سونو لي كواترو، وكل الارقام تاخد اداة التعريف لي ما عدا واحد تاخد الا ابوستروف لاونا. يبقى عندي كي اوري سونو، سونو لي دوي. طب عاوز اقول الساعة اقل او ازيد، يعني ممكن اقول الساعة اتنين الا ربع، تلاتة ونص. عندي كلمة مينو تستخدم في اللغة بمعنى كلمة زائد في الجمع، بقول واحد زائد كذا، كلمة مينو بمعنى كلمة اقل او ناقص. كلمة بيو او ايه تستخدم في اللغة بمعنى كلمة زائد و، يعني على سبيل المثال لو انا عاوز اقول الساعة واحدة وعشرة، كي اورا ايه، هقول الى إيه؟ الى اونو ايه ديتشي. طب الساعة اتنين الا عشرة، هقول له الساعة الاول وبعد كده الدقايق، سونو لدوي مينو ديتشي، الساعة اتنين الا عشرة. طب عاوز اقول اتنين وعشرة، هشيل كلمة مينو وهحط بيو او كلمة ايه، يبقى سونو لدوي ايه ديتشي، يبقى الساعة اتنين وعشرة او اتنين الا، يبقى كلمة بيو بتيجي معنى كلمة زائد في عملية الجمع والطرح، وبتيجي معنى كلمة الا مع الوقت اسف زيادة، وكلمة مينو بتيجي معنى كلمة ناقص او الا، سونو لتري بيو ديتشي. يبقى انا هنا بستخدمت الساعة مرة بالزيادة ومرة بالنقص. خلاصة موضوع الساعة، عندي سؤالين بس على الساعة، ممكن اسأل كم الساعة الان للمفرد وكم الساعة الان للجمع. يبقى كي اورا اي مفرد، كي اوري سونو جمع، كلمة بيو او مينو، بيو معناها الا او ناقص، وبيو معنى كلمة زيادة، يبقى كلمة مينو ناقص وكلمة بيو زائد. اشهر السنة، اشهر السنة في كل دول العالم 12 شهر،
في كذا تقويم لشهور السنة. في هنا في مصر حاجة اسمها التقويم الزراعي مرتبط بالمحاصيل الزراعية، في عندنا حاجة اسمها التقويم الهجري، في حاجة اسمها شهور السنة الميلادية. احنا طبعا غالبية العالم بيشتغل على شهور السنة الميلادية، بتبدأ من يناير وتنتهي شهر 12 ديسمبر. طيب شهور السنة في اللغات مرتبطة بحاجة اسمها ناس سنة وتاريخ، او بمعنى كلمة المعبودات الرومانية او اليونانية. طب كلمة شهر سنة يعني ايه؟ اي ميزي دي لانو، اي ميزي دي لانو شهور السنة. كلمة ميزي شهور، نقراهم كده مع بعض: جينايو، جينايو، فيبرايو، مارسو، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. تاني: جينايو، فبرايو، مارسو، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. شهور السنة بيجي معاها دايما حرف الجر إن، إن جينايو، إن فبرايو، إن مارسو، وهكذا. وبرضو فصول السنة بتاعة الشتاء والربيع بتجي بحرف الجر برضو إن. تمام؟ طيب فصول السنة، إيه الفرق بين فصول السنة وشهور السنة؟ شهور السنة 12 شهر، وفصول السنة 4 اللي هو الربيع والخريف والشتاء والصيف. تعال نشوفهم مع بعض: لي ستاجيوني دي لانو، لي ستاجيوني دي لانو فصول السنة. لينفيرنو، لينفيرنو فصل الشتاء. لا بريمافيرا الربيع. لستاتي الصيف. ليوتانو الخريف. تاني: انفيرنو، بريمافيرا، استاتي، وتانو. دي الاربع فصول للسنة موجودين في كل دول العالم، مفيش دولة بتختلف عنه. ايام الاسبوع باللغة الايطالية: جورني ديلا سيتيمانا، اي جورني ديلا سيتيمانا. ايام الاسبوع بتبدا ثلاث تقويمات. في الدول العربيه بتبدا من يوم السبت لحد يوم الجمعه. في الدول الاوروبيه بدايه الاسبوع يوم الاثنين. في الدول العبريه بتبدا يوم الحد. عندي ثلاث تقويمات. طب لو انا في دوله معينه هخضع لتقويمها، بقولش انا مثلا عشان في دوله عربيه يوم الجمعه اجازه اخد اجازتي، في دوله بتاخد اجازتها يوم الحد. فبداية الأسبوع بتشوف الدولة بداية أي أسبوع تقويمه فين ومكانه فين وبتشتغل عليه. طيب نقرا كده، احنا طبعا بما فين إيطاليا، يبقى إيطاليا بداية يومها هيبقى يوم الاثنين لأن يوم الأحد أجازة رسمية. الجورني ديلا ستيمانا، لوندي، مارتدي، يبقى لوندي يوم الاثنين، مارتدي يوم الثلاث، ميركلودي الأربع، شوفودي الخميس، فينيردي الجمعة، سابتو يوم السبت، دومينيكا يوم الحد. في ملحوظة مهمة بقى، ان كل ايام الاسبوع بتاخد ادوات التعريف لا ما عدا يوم السبت بياخد ال، يبقى يوم السبت يعتبر مفرد مذكر وبقية ايام الاسبوع مفرد مؤنث. ماليش دعوة بنهايتهم ايه، بقول لا لوندي، لا مارتدي، لا ميركلودي، ما عدا يوم السبت او ال سبتو. دي من حاجات الشواذ في اللغة ملهاش دعوة، بحفظ الاسم الشاذ بأداة التعريف بتاعته. نقرا كده مع بعض: لوندي، مارتدي، ميركلودي، تشوفودي، بينيردي، سابتو، دومونيكا. طب ازاي اسال عن يوم الاسبوع؟ يعني عاوز اقول النهارده ايه؟ او ما اليوم؟ للسؤال عن اليوم نستخدم كي تشورنو اي اوتشي.
كي تشورنو اي اوجي ما اليوم النهارده ايه؟ اقول لك اوجي اي السبتو اوجي ا اي لا لندي اوجي اي لا جوفودي وهكذا اكو معناه وهكذا. طب النهارده يوم الجمعه لسه ما حفظتش اشوف يوم الجمعه ايه في الصوره اللي كانت قبل كده. يوم الجمعه عندي فينيردي اقول على سبيل المثال اوتشي اي لا فينيردي. طب امبارح كان تشوفو دي. طب يوم الحد كان كذا. يبقى هنا نقرا كده بسرعه من الاسبوع تاني لوندي مارتدي ميركلودي تشوفو دي فينيردي سابتو دومونيكا. لما اجي اسال عن يوم الاسبوع اقول له ايه؟ كي جورني اي اوتشي، او ممكن اقول لك كي اوتشي اي جورنو ما اليوم. الاثنين نفس المعنى صح. اقول اوتشي اي واحط اليوم بتاعي مسبوق بأداة التعريف بتاعته. تعال نشوف الالوان. الالوان في الاساس كانوا سبع الوان او ست الوان، بعد كده حصل بينهم دمج، بقيت بحط اللون الابيض على الاسود يديني لون كذا، فبقى اعداد لا حصر لها. احنا هنحاول نجمع معظم الالوان المتشابهه. كلمه ايه كولوري الالوان. ايه كولوري الالوان. تعال نشوف الالوان اللي عندي. طبعا اشهر لون موجودين عندي الاسود والابيض. كلمه بيانكو. بيانكو معناها ابيض. نيرو اسود. تشيليستي سماوي. جيالو اصفر. كريتشيو رمادي. روسو احمر. اتسورو لون سماوي بس سماوي غامق شويه مد على ازرق. كاستانو كستنائي. ارانشوني برتقالي. ماروني بني. روزا وردي. بلو ازرق. نقرا كده مع بعض. بيانكو بيانكو نيرو نيرو تشيليستي تشيليستي تشيالو غريتشيو غريتشيو روسو أتسورو أتسورو كاستانو كاستانو أرانشوني أرانشوني ماروني ماروني روزا. لأن حرف الإس من حرفين متحركين منفرد ينتج زيل أو زين، عشان كده قلت روزا روزا بلو. طيب دي أشهر الألوان. طبعا في دمج ألوان كتير جدا، أدخل أزرق على أسود أزرق على أحمر. احنا بنقول الألوان المشهورة في الهدوم. لما اجي اسال ما لون، عاوز حد لبس حاجه جميله جدا عاوز اقول له لونها ايه. عندي سؤالين طريقتين للسؤال. دي كي كولوري ما لون. دي كي كولوري ايه الفيستيتو ما لون الرداء. دي كي كولوري ايه الفيستيتو لون الرداء ايه. هتقول لي الكولورا او الفيستيتو ايه، واحط اللون اللي عندي ابيض اسود احمر اخضر وهكذا. اقول لك الفيستيتو اي بيانكو الرداء ابيض. اي بلو ممكن عندي اجابتين، اجابه مختصره اجيب اللون على طول او ممكن اجيب اجابه كامله فاعل فعل مفعول. وهنستدرك بعد كده في الحياه بتاعتنا ازاي اعمل جمله بطريقه مبسطه في اللغه الايطاليه. دايما تجنب التعقيد، تجنب تجيب اجابه كامله عشان تقع فاعل فعل مفعول هتقع في اخطاء لغويه، فهات اجابه مبسطه. يبقى تاني ديكي كولوري الفيستيتو، ديكي كولوري لا ماكينه، ديكي كولوري التليفونو ما لون التليفون. تقول لي ال تليفونو وتحط الايه اللون اللي انت عاوزه. الشكل الثاني من السؤال الالوان. كوالي اي الكولوري ديل فيستيتو. كوالي اي الكولوري ديل فيستيتو ده مصطلح ما لون، واجيب الحاجه على طول. انا العربيه الموبايل البرج الترابيزه اي حاجه. هتقول لي برضو الكولوري ديل فيستيتو اي بيانكو او اي بلو. طيب في ملحوظه صغيره جدا في الالوان. كل الالوان صفات. في مصطلح مهم جدا معانا في اللغه، اول ما يقول لك اي كلمه موجوده صفه تخضع لشروط معينه. الصفه تصف الموصوف وتاتي في نفس حالته الاعرابيه. يعني لما اقول لك محمد يكون ولد، محمد يكون طيب، ما ينفعش اقول طيبه او طيبون، ما ينفعش. اول ما تسمع كلمه ادجكتيفي او الصفات عامه تعرف ان لازم الصفه دي تاتي في نفس الحاله
الإعرابية، العدد والنوع للموصوف. تمام؟ طيب في بعض الشواذ، طيب ايه الصفات الشاذة اللي ما بتخضعش لهذه القاعدة؟ اللونين دولت كلمة بلو وروزا. كلمة بلو أو روزا سواء جاي اللي بعديها فستان، فساتين، ولد، بنت، بتبقى بلو. لما أجي أقول الولد يكون لابس بنطلون أسود، خلاص هيبقى نيرو. طب البنت لابسة رداء هيبقى نيرة، شلت الأو حطيت الأه. طب مع الصفة بلو بتبقى كما هي، تيجي بمعنى كلمة زرقاء، أزرق، زرقاوات، زرقاء أو زرق، الصفة ما بتتغيرش. تعال نشوف مثال كده. الليبرو ابلو، الكتاب يكون أزرق. الكتاب هنا مفرد مذكر، وكلمة بلو جت زرق أزرق. تعال نشوفه في صيغة المفرد المؤنث. لو قلنا ابلو، البلوزة تكون زرقاء، كلمة بلو بقت هي بلو، سواء بتصف مفرد مذكر أو مفرد مؤنث. طب كلمة روزا، الولد يرتدي مثلا، أو الليبرو إيه روزا، لو قلنا إيه روزا، كلمة روزا ثابتة سواء مفرد مذكر أو مفرد مؤنث. يبقى دي من الصفات الشواذ التي لا تتغير بتغير موصوفها سواء مفرد أو جمع، بلو وروزا. ودايما مواضيع الامتحان بيركزوا على الشواذ، حاجات سهلة لازم تفهمها، ودي من أساسيات اللغة، الألوان والأرقام والحروف. شوف الحاجة اللي بعدها. الليبري سونو بلو، الكتب تكون زرقاء، مع ان الكتب جمع مذكر. طيب نكمل بقى الجنرالي بتاعت اللغه، لا فاميليا ايطاليانا، العائله الايطاليه، اسماء الاب والام وابن العم وابن الخال، لا فاميليا ايطاليانا. خلي بالك كلمه العائله مضمونها تدل على الجمع، ولكنها تعامل في اللغه مفرد مذكر، زي كلمة شنتي، ناس، مضمونها جمع بس هي تعامل صيغة مذكر. دي من الأسماء التي نهايتها أو معناها ما يدلش على الحالة الإعرابية بتاعتها. لما نيجي نستعرض مع بعض الأسماء هنشوف حوالي 7 أو 8 حالات للأسماء في اللغة. لا فاميليا إيطاليانا، العائلة الإيطالية. تعال نشوف العائلة الإيطالية تتكون من إيه، وبتتكلم عن إيه، وعاوزة إيه. البادري، البادري الأب، بيقابله لا مادري الأم، يبقى تاني البادري الأب، لا مادري الأم. الفيليو الابن، لا فيليا الابنة، البادري لا مادري، الفيليو لا فيليا. الفراتيلو الأخ، الفراتيلو الأخ، لا سوريلا الأخت، لا سوريلا الأخت. لودسيو عم أو خال، لودسيو عم أو خال، لادزيا عم أو خالة. النونو الحفيد أو الطفل الصغير، لانونا الطفلة الصغيرة. الكوتشينو ابن العم، لا كوتشينا بنت العم او ابن الخال او بنت الخال. الماريتو الزوج، لا مولي الزوجة. تاني نرى كده مع بعض، بادري مادري، فيليو فيليا، فراتيلو سوريلا، تسيو تسيا، نونو نونا، كوجينو كوجينا، ماريتو موليه. ده تسلسل اسماء العائله اللي بيربطهم الدم. طيب في حد يجي يقول لي طب ايه الفرق بين كلمه بابا وماما ومادري وبادري؟ كلمه بادري ومادري في اللغه معناها الاب اللي هو خلفك، اللي اسمه موجود معاك في البطاقه. كلمه بابا او ماما ده مصطلح يدل على ممكن حد بيبقى حنين عليك فاطلقت عليه كلمه بابا، بس هو مش والدك. تمام؟ طيب نيجي بقى للجراماتيكا او الحاجات المهمه في اللغه. دايما بشدد على الموضوع ده، لازم في اللغه الايطاليه تحفظ اهم فعلين في اللغات كلها، اللي هو فيرب تو بي وفيرب تو هاف، فعل الكينونه وفعل الامتلاك. دول مهمين في كل اللغات مش في اللغه الايطاليه فقط. طيب اهميتهم بتقضي عليه، الافعال دي افعال اساسيه
وأفعال شواذ في تكوين الجمل لازم تستخدم مع الأزمنة المركبة، هتستخدم في اللغة الدارجة عندك من أكتر الأفعال استخداماً أصلاً في اللغات كلها، فلازم تحفظهم. طيب الفيربو إسري أل بريزنتي إنديكاتيفو، تعال نشرح الحتة دي شوية. الفعل الكينونة في المضارع الإخباري. الأفعال عامة بتخضع لحاجة مهمة جدا، حاجة اسمها تصريف وحاجة اسمها زمن. معلش هتبقى تقيلة شوية بس عشان تبقى أساسك في الجراماتيكا كويس. يعني ايه تصريف؟ تصريف الفعل المقصود بيه وضع الفعل في زمن معين مع ضمير معين. لما اجي اقول لحضرتك صرف لي فعل كوريري يجري، هتصرف انهي زمن، ماضي ولا مضارع ولا ايه؟ طيب رقم اتنين، هحطه مع انهي ضمير؟ يبقى كلمة تصريف الفعل وضع الفعل في زمن معين مع ضمير معين. طيب الافعال كلها واحدة؟ لا، في نوعين من الافعال، افعال قياسية وافعال شاذة، وهنيجي واحنا بنستعرض الافعال دي نعرفك ازاي ده بيتصرف وده يصرف. طب تعال نشوف الفيربو تو بي او الفيربو اسري في اللغة الايطالية. في حاجة مهمة جدا في الافعال في حاجة اسمها البرونومي، الضمائر. يعني ايه كلمة ضمير؟ الضمير هو ضمير يحل محل الاسم لتجنب تكراره في الجملة. انا شربت، هو شرب، هي شربت، وهكذا. اول حاجة في الضمائر، الضمائر تأتي قبل الفعل. رقم اتنين، الضمائر غير ملزمة في استخدامتها مع تصريفات الافعال. لو عاوز اقول لك ايه سون محمد ممكن اقول لك سون محمد، تو سي فاطمة اقول لك شلت كلمة تو احط سي فاطمة مفيهاش اي مشكلة. طب ليه يا سينيور؟ عشان كل ضمير ليه نهاية خاصة بالفعل مفيهوش اي مشكلة. طب تعالى نستعرض الضمير ونخش على الافعال. الضمائر دي ثابتة مع كل تصريف، يعني انا عندي سبع ضمائر شخصية. كلمة ضمير شخصي ينوب عن الشخص سواء كان مذكر او مؤنث، جماد او كذا. طيب العلماء قسموا ضمائر الى كذا نوع على حسب موقعها في الجملة. اول ما يقول لك ضمير فاعل تعرف ان هو جاي اول حاجة في الجملة. طب ضمير مفعول جاي بعد الفعل. الجملة تقسم ازاي؟ فاعل، فعل، مفعول. تاني، الجملة تقسم في اللغات الاوروبية بالكامل فاعل، فعل، مفعول. الفاعل ايه هو؟ اسم الا ضمير، محمد او انا او هو. طب الفعل حدث، المفعول به اللي وقع عليه فعل الحدث. طيب في حاجة في الجرامر حلوة جدا، لما اجي اعرف فين فاعل الجملة او الجملة مشهورة قوي في الايطالي، كي فاي كويستو لافورو، اللي قام بفعل الشيء. لما اقول لك ايه سونو محمد يبقى انا اكون محمد، انا اللي هنا فعل الكينونة ينصب علي انا. طب تعال نستعرض مع بعض الضمائر. اول ضمير بيقابلني اسمه ايو اللي هو انا. الضمير الثاني تو، انت او انتي. الضمير الثالث لوي ولي، هو او هي، بيساوي شي او هي او ات. نوي بتساوي وي اللي هي نحن. فوي انتم او انتن. لورو هم او هن. يبقى انا عندي كده نقرا الضمائر كده مع بعض، ايو تو، ايو تو، لوي لي، نوي فوي لورو. طيب اول ثلاث ضمائر عندي سنجولاري، تستخدم لحالة الضمير المفرد. انا يبقى واحد، تو انت او انتي واحد، لوي لي هو او هي واحد. طيب من اول الضمير نوي لحد لورو جمع. فيها ملحوظة مهمة جدا، اللغة ما فيهاش مثنى، واحد مفرد ما زاد عن الواحد فهو جمع، من اول اتنين فيما فوق جمع على طول. انما كلمة مثنى دي مش موجودة غير في اللغة العربية فقط. يبقى عندي ايو تو لوي لي نوي فوي لورو. طيب تعال نسرب بقى. جبت فيرب اسر واحنا عرفنا ان احنا تصريف الفعل احطه في زمن معين مع ضمير معين. هو قال لي حط الفعل ده في البريزنتي في ضمير المضارع يدل على التجدد والاستمرار. طيب عاوز اقول انا اكون، هتبقى ايو صانا. طب انت او انتي، تو ساي. لوي اي لي اي، هو او هي يكون. نوي سيامو، فوي سياتي، لورو سونو. تاني كده مع بعض، اي سونو، تو ساي، لوي لي اي، نوي سيامو، فوي سياتي، لورو سونو.
طب ممكن اشيل الضمائر كلها سينيور؟ ممكن. اقول لك سونو سي اي سيامو سيتي سونو. طب تعال نشوف الفيربو اس اللي تكوينه في الجمله، نجيب جمله ونفهم الفرق بينهم ازاي. بس ده لازم يحفظ، ده ملوش حل. سونو سي اي سيامو سيتي سونو. طب تعال نشوف في جمل بقى الفيربو اس اللي في مثال ايو سونو ايطاليانو، ايو سونو ايطاليانا. خلي بالك بقى يا شاطر في حاجه مهمه جدا، ممكن انا اكون ايطالي، انا اكون ايطالي اعرفها منين؟ من نهايه المفعول به. يعني خدنا في الحلقه اللي فاتت ان الاسماء في اللغه الايطاليه بتنتهي باربع نهايات، او مفرد مذكر، ا مفرد مؤنث، اي جمع مذكر، اسف اي جمع مؤنث، اي جمع مذكر. طب انا هنا بقول اي سونو ايطاليانو، انا اكون ايطالي لان الام مفرد مذكر، اي سونو ايطاليانا مفرد مؤنث، تو سي ايطاليانو، تو سي ايطاليانا، انت او انت تكون ايطالي او ايطاليه. لوي لي اي ايطاليانو ايطاليانا، هو يكون ايطالي او هي تكون ايطاليه. من اول نوي هيختلف هيبقى جامع على طول. نوي سيامو ايطالياني، نحن نكون ايطاليين او ايطالياني ايطاليات. بوي سيتي ايطالياني ايطالياني. لورو سونو ايطالياني ايطالياني. يبقى انا دخلت الجمله. خلي بالك بقى في ملحوظه مهمه جدا مع فيربو اسري. الفيربو اسري يعتبر صفه للفاعل والمفعول. يعني انا اكون محمد، انا اكون طويل، انا اكون قصير، يبقى الفاعل والمفعول فيه في الفيربو اسري صفه وموصوف، لو جت بعديه صفات غير بقيه الافعال. تاني ايو سونو ايطاليانو، تو سي ايطاليانو، لوي لي ايطاليانو، نوي سيامو ايطالياني، بوي سيتي ايطالياني، لورو سونو ايطالياني. ده استخدام مبسط الفيربو اسري. طب تعالى نشوف الفعل المهم اللي بعد كده، الفيربو افيري، فعل اللي هو فيرب تو هاف. الفعل ده في اللغه الايطاليه ليه كذا استخدام، يجي بمعنى كلمه الامتلاك، يجي بمعنى كلمه عندي، ويجي مع العمر، يبقى عندي كذا حاله. طب يجي بمعنى كلمه امتلك امتى؟ لو جه بعديه شيء مادي. يعني ايه شيء مادي يا اولاد؟ يعني حاجه تباع وتشترى. ايو او لا كازا، انا امتلك منزل. ايو او لا ماكينه، انا عندي سياره. ايو او التشيلولاري، انا امتلك تليفون. طب ينفع يقول ايو او الفيليو، انا امتلك الابن؟ لا، البشر والاشياء المعنويه لا تمتلك، بقول انا عندي او لدي. طب واول ما تلاقي رقم في اللغه الايطاليه حرت الفيربو افيري وانت مغمض، يجي مع العمر. طب تعال نشوف تصريفه كده، ايو او كازا، انا لدي منزل. تو اي كازا، احنا قلنا حرف الاك في اللغه الايطاليه نون فوتشي ملوش صوت، مش اقول هو اقول او، اكنه مش موجود. طب يجي بعد يقول لك طب ما انا اشيله، ما ينفعش يتشال. ايو او كازا، تو اي كازا، لوي لي ا كازا، نويا بيامو كازا، فويا فيتي كازا، لورو انو كازا. طب تعالى نقرا كده مع بعض، او I, A, abbiamo, avete, hanno. طيب ده هنا تصريف الفيرب افيري مع الضمير الثابته اللي عندنا. طيب هل يشترط زي ما قلنا الفيرب اسري ان الفعل يتطابق مع المفعول؟ لا، ممكن اقول انا امتلك سيارات، مفيش مشكله، مع اني انا مفرد وسيارات جمع. طب ممكن نقول عائله او مجموعه من الاشخاص يمتلك عربيه واحده، اقول لراجاتسي انو كازا، البنات عندهم منزل، مع ان البنات جمع بس منزل مفرد، ما فيش اي شنا. الحاله دي بتخضع فيها الفيربو اسري بستانزا بس، غير كده سلطانتو، ما فيش اي حاجه تانية بتخضع ليها. طب نصرف فيربا فيري مع بعض كده، او اي ا ابيامو افيتي انو. ده اهم فعلين في اللغه الايطاليه. طيب لما اقابل شخص في اللغه الايطاليه عاوز اقول له انت اسمك ايه، انت مين، حالك عامل ايه. الفيرب اللي احنا بنشوفه ده اسمه كيامارسي. يعني ايه كياماري؟ كياماري بمعنى يدعى او يسمى.
طب ايه يا سينيور المقطع سي ده؟ انت قلت كي يا مار يدعى او يسمى. في حاجة هنا مهمة جدا اكتبوها وافهموها في اللغة، ان في حاجة في اللغة الايطالية اسمها الافعال الشخصية، وهي افعال الشخص نفسه بنفسه، يعني بمعنى صح بنسميها افعال المراية. انا غسلت سناني بنفسي، سرحت شعري بنفسي، قصيت ضوافري بنفسي. طب بتتكون من المصدر زي كلمة سي، يعني كلمة كياماري يدعى أو يسمى. كيامارسي أسمي نفسي، لافاري يغتسل يغسل، لافارسي يستحمى بنفسه، باتناري يتمشط بيسرح، باتنارز معناها بيسرح بنفسه، يبقى المصدر زي كلمة سي. طيب الأفعال المنعكسة في اللغة الإيطالية ليها حاجتين مع علماء النحويات، إن في 6 أفعال شخصيين فقط هم أفعال شخصية. في قاعدة تانية بتقول لك كل أفعال اللغة الإيطالية تنفع تبقى أفعال شخصية لو حطينا المصدر زي كلمة سي. يعني فعل بارلاري هناخده بعد كده، يتحدث، بارلارسي بيكلم نفسه. طيب عشان ما نخرجش عن نطاق الموضوع ده نشوف فعل كيامارسي يدعى أو يسمى. عاوز أسأل شخص باللغة الإيطالية أنت اسمك إيه؟ كومي تيكيامي. كومي تيكيامي، ما اسمك؟ طيب يجي هو يرد عليا، ممكن يحط لي الاسم على طول، يقول لي احمد، ماركو، محمد، مفيش مشكله، او ممكن يقول لي ميكيامو ماركو. كومي تيكيامي، ميكيامو، ويحط الاسم. كومي سيكياما، هو اسمه ايه؟ او ممكن استخدمها للاحترام. في ملحوظة مهمة جدا، أنا ممكن أستخدم الضمير لي في اللغة الإيطالية للاحترام، بعد المسافة، وممكن أسأل عن شخص أنا معرفوش هو اسمه إيه؟ يبقى كومي سيكياما، ما اسمه أو ما اسمك، للاحترام. الاحترام في اللغة شخص كبير السن أو شخص عالي المكان عني، مديري وهكذا. يبقى تاني لما أجي أسأل في اللغة الإيطالية ما الاسم، عندي مصطلحين، كومي تيكيامي أو كومي سيكياما. كوميتيكيامي، ما اسمك، تقول لي ميكياما وتحط الاسم. طيب عاوز اقول صيغه الاحترام، اقول سيكياما بروف سير باولو. طبعا مع صيغه الاحترام بجيب الكونومي او اللقب بتاع الشخص، ما ينفعش اقول سيكياما باولو، اقول البروفيسوري، الديروتوري، الميديكا وهكذا. يبقى هنا السؤال عن الاسم في اللغه الايطاليه. السؤال عن الحاليه، كوميستاي. كوميستاي، كيف حالك؟ استوبيني، كويس. استومالي، تعبان. كوزي كوزي، نص ونص او كده وكده. جراتسي دي الله، الحمد لله. جراتسي دي ديو، الحمد لله برضو. يبقى انا عندي حاجات كتير جدا الحالية، كوميستاي، استوبيني، استومالي، كوزي كوزي، جراتسي دي ديو، جراتسي دي الله، بتأدي نفس المعنى، بس أشهر حاجة عندي كومي ستاي ستوبيني. ممكن تقول لي باني، مفيش مشكلة. كومي فا، كيف الحال الاحترام، أو الحاجة اللي بنسميها في اللغة فورمالي. فورمالي يعني رسمي، شخص بيخاطب شخص، مندوب شركة أو أي حاجة، وممكن استخدمه للشخص كبير السن او شخص معرفوش، مفيش ود بيني وبينه. يعني كلمة كوميستاي، واحد في سني بفتح مجال تعرف اقول له كوميستاي، انما لو حد بدأ الحديث معايا كومي فا، كيف حالك، دي بنسميها صيغة الفورمال للاحترام او الصيغة الرسمية. هقول له بدل استوى احط فا، هيبقى فا بيني، فا مالي، نفس التعبيرات اللي احنا خدناها قبل كده. يبقى كومي فا، فا بيني، فا مالي، كوزي كوزي، مفيش أي مشكلة معانا في كومي فا. التحيات، كلمة السلام عليكم أو كده بتيجي بمعنى كلمة سالفي، تحياتي. تشاو، أهلا. أديو، وداعا، تستخدم للسفر أو عدم اللقاء. تشاو توتي، أهلا بكم. تانتا وجوري، أفضل تمنياتي. يبقى أنا عندي جنرالي سالوتاري، تحيات عامة. نقرا كده مع بعض، سالفي، تشاو، اديو، تشاو توتي، تانتا وجوري. تانتا وجوري ممكن تستخدم لتسجيل الخطاب، عملت ايميل، عملت اي حاجة، نهاية حاجة رسمية
او بكلم واحد اقول له تمنياتي كلمة عامة بالنجاح بالتوفيق وهكذا. تاني سالفي تشاو اديو تشاو توتي تانتا وجوري. طيب هنتعود مع بعض ان كل حلقة ناخد حرف من حروف الجليساريو القاموس. بس قبل ما نخش في القاموس هنقفل حلقتنا النهاردة. ارجو ان نكون مجهود المتوقع لا قبول عندكم فهم مبسط. اشوفكم على خير الحلقة القادمة. تشاو رجاتسي تشاو.